السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم الشباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب يكون الجميع بخير. هنعرف ازاي النهاردة ننظف العادم او نلغي رسالة الويست تونر بوكس، وطبعا الرسالة دي لما بتظهر ساعات بتعلق، هنعرف ازاي نرسترها. تابع معانا كده، انا عندي هنا الباب الجانبي اهو بفتحه. بعد ما بفتح الباب الجانبي في عندي لوك، برفعها لفوق. بعد ما ارفعها لفوق عند المقبض ده بشد منه العلبة، ده علبة العادم اهي، بفكها وانضف اللي فيها. بعد ما انضفها بركبها تاني مكانها، اضغط عليها جامد لان ساعات بتبقى مطرودة لبره ما تقفلش معاك. بعد كده بتقفل اللوك تاني عادي. بعد ما اقفل اللوك اهون بتقفل الباب عادي معاك. هي كده تقيلة كده، تضغط عليها ضغطة حلوة وتقفلها لتحت. بعد كده تقفل الباب. كده المكنة اشتغلت معانا اهيت بدون رسالة. طيب ولنفرض مثلا احنا عملنا كده وجابت الرسالة تاني، هنعرف ازاي نلغيها. طبعا بعد ما بتدخل على البرامج، انت عارف دخلت البرامج، هتدخل على البرامج هتجيب اللايف وهدور على ويست بوكس بي في، تقول له انيلايزر، انا كنت هنا عامل له ريسيت. تمام، بعد كده هتطفي المكنة وتفتحها وهتلاقي الرسالة راحت معاك ان شاء الله زي ما احنا حصل معانا اول. الرسالة طبعا مش موجودة والمكنة معايا، انا داخل على القائمة بتاعتها عادية وما فيش اي مشكلة خالص. اطبع برنت الديمو اول، والبرنت ده بيطلع طبعا وش وظهر. واتمنى يكون الفيديو عجبك، متنساش الاشتراك في القناة لو انت جديد معانا عشان يوصل لك كل جديد. نطبع مرة تانية،